مساء الخير عليكم. وأخيرا خرجت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيم بالخارج ببلاغ حول الرحلات الاستثنائية لمغاربة العالم ابتداء من 15 يونيو 2021. تم تقسيم الدول إلى جوج ديال الأقسام، كاين المجموعة ألف والمجموعة باء. المجموعة ألف فهي الدول اللي فيها الجائحة متحكم فيها، وحتى الأرقام فهي أرقام ماشي مهولة، واللي في اللائحة ألف واحد المجموعة ديال الدول الأوروبية، منها هولندا، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، سويسرا. هاد الدول هادي باش أنك تسافر خاص إلا كان عندك تلقيح، فشهادة تلقيح، ولا ما عندكش تلقيح خاصك دير البي سي آر اللي داخل 48 ساعة. البلدان بي هي ديك البلدان اللي ما كايناش في اللائحة ألف، وهي شي 74 دولة. وهادوك الدول هادو باش تهود المغرب خصك أولا رخصة استثنائية اللي ما واضحاش في البلاغ ديال الوزارة، خصك البي سي آر ديال 48 ساعة، وكذلك الحجر الصحي في المغرب ديال 10 أيام. حتى هو باقي ما واضحش واش غدير الحجر في الدار ولا في شي اوتيل اللي غادي تفرضوا الوزارة. اذا بالنسبة للرخصة الاستثنائية تنتظروا توضيحات اكثر من الوزارة ديال الخارجية، وكذلك حتى القضية ديال الحجر الصحي. المسألة اللي تنطلبوا المغرب باش يتدخل كما وقع في السنة الماضية، وانه تحدد الأثمنة ديال الرحلات ديال الطائرات باش ما يوقعش المضاربة في الأثمنة، لأنه لا يعقل باش أنه غادي تفتحوا المجال للشركة ديال الطيران وتوصل التذكرة ديال الطائرة الألف ديال الأورو 2000 ديال الأورو. هذا لا يعقل، وخص الدولة تدخل وتفرض على هذه الشركة ديال الطيران الأثمنة محددة، لأن حتى هذا ظرف استثنائي. تنضمن مع المغاربة ديال إسبانيا، لأنهم إذا بغاو يهودوا في السيارة للمغرب فخصهم يطلعوا حتى لفرنسا باش يشدوا الباخرة للمغرب، وكذلك حتى الدول الأخرى اللي غايهودوا في السيارة خصهم يمشيوا للباخرة من فرنسا. فبلاغ ديال وزارة الخارجية نرحب به، لأن مجموعة ديال العائلات ومجموعة ديال الإخوان والأخوات من مغاربة العالم اللي عندهم العائلات ديالهم مراد الأب الأم الإخوان والأخوات، فهذا البيان جاء في وقته، ونتمنى أن تعطى توضيحات حول ديك الرخصة الاستثنائية من ديك الدول اللي كاينين في المجموعة بي، الحجر الصحي فين غيدوز ديال 10 أيام، وكذلك تحديد الأثمنة ديال الطائرات وحتى البواخر، لأنه لا يعقل باش الناس توصل لهاد المرحلة ديال أنها باش تمشي تقضي العطلة في البلاد ولا تقضي الأغراض ديالها وتلقى التذاكر مرتفعة جدا. ومسألة أخرى، لماذا باش تنطالبوا باش يكون البي سي ار للعائلة بثمن منخفض؟ يعني لو كانت العائلة عندها 4 ديال الأطفال ولا 5 ديال الأطفال راه 100 أورو الواحد، راه ميزانية، فعلاش ما يكونش ذاك البي سي ار بالمجان للأطفال؟ وشكرا.